ماشي مارودانا. اليوم يا جماعة رح نحكي عن الصداقة. 30 تموز يوم الصداقة العالمي. إخوان مع اختلاف نهايات أسمائهم. بقول لك إذا عندك صديق واحد بالدنيا حقيقي تتجرد أمامه من كرامتك وبتبكي وبتندب وبتشكي وأنت على يقين بأنه هو مستمع جيد وبأنه اللي قلته ما رح يطلع عن نطاقكم أنتوا الاثنين وبأنه هو يدلك على طريق الصواب، بيبتسم لك أول ما يشوفك، يبادر هو في السلام، يدعو لك في عدم وجودك ويحترمك في حضورك، أنت شخص محظوظ. مش بس لما تحزن وأيضاً لما تفرح ولما تنجح، في للأسف أشخاص منخاف نشاركهم فرحتنا خوفاً من الحسد، خوفاً إنه هذا الشخص يشتهي ما حصل لك، يحسدك، ينافسك، ولكن الصديق الحقيقي هو اللي أول ما يصير معاك الخبر الحلو بترفع عليه خط وبتقول له 1 2 3، حتى لو هو حياته صعبة، حتى لو هو ما عم بيعيش أحلى لحظات حياته، هو بيفرح لفرحك لأنه بيحبك ولأنه قلبه عليك. كلمة قلبه علي كلمة كتير كبيرة أنا بلاقيها، ومن الصعب، في كتير أصدقاء بيتسلوا مع بعض وبيقضوا وقت مع بعض وبيسافروا مع بعض وبيرجعوا وبتمتد صداقتهم لسنوات طويلة، ولكن ما بيكون فيها عمق معين. كتير مهم أنه أنت لما تقول عن شخص صديق يكون قلبه عليك، قلبه عليك يعني لما تفرح بيفرح لك، ولما تحزن هو أول واحد بيمسك بإيدك وبيقول لك كل شيء رح يكون منيح. احنا اليوم بدنا نعايد كل زملائنا لانه احنا مش بس زملاء، احنا اصدقاء كمان براديو روتانا وعمان تي في، فكل سنه وانتم جميعا سالمين، ولانه احنا اهم من الزماله احنا شركاء في النجاح وايضا شركاء في الفشل، فهاي العلاقه انا بعتبرها من اكثر العلاقات المقدسه. لما الانسان يصير نجاحه مرتبط بمجموعه من الاشخاص الفرح بيكون مضاعف أو حتى مضروب بعشرة، مش بس مضاعف. مزبوط. وإحنا يعني ما إلا كتير بنعرف بعض لأنه صح. بالنسبة لإلنا حتى كالكون للبث الإذاعي والتلفزيوني، إحنا المجال التلفزيوني جديد لسه علينا، فإحنا كتير في أشخاص تعرفنا عليهم من نهاية السنة الماضية. صح. وأنا بقول الصداقة لا تقاس بعمر السنين وإنما تقاس بصدق المواقف. يعني مرقنا بمواقف صعبة بهالفترة الزمنية القياسية والحمد لله كنا قد الحمل، واجهناها بصلابة وبقوة وبتكاتف. فكرتي بأنه الصديق الحق هو الصديق اللي بتزيد قيمته مع مرور السنوات، اللي بيخون صديقه زي اللي بيخون وطنه. في ناس أنت بتخلص لهم بعمرك وهم ببيعوك بأقل الأثمان. اليوم بدنا كلمة منكم إلى صاحب المشوار وإلى صديق العمر اللي أول ما تفرح بتتذكره وأول ما تحزن بترن عليه. على قد ما الناس بتستصعب إنها تلاقي صديق يعني يمرق معها بكل المراحل، صديق يتذكر مراحل العمر المختلفة. هلأ أنا أؤمن أيضا أنه في أصدقاء بيصيروا بأوقات سريعة أو مثلا بيجمعهم ظرف معين ف بتقوى العلاقة بينهم، بس أنا مع العشرة. يعني أنا دائما بحس إنه السنين إلهم ضريبة على البني آدم وإلهم وقعهم على الإنسان. نادي لما بتشوفني بال2009 كيف كنت واليوم تكون صداقتنا أمتن وأقوى مما كانت، أكيد هالعشر سنين فرقوا، أكيد هالعشر سنين عرفونا ببعض أكتر. وفي مقولة دائما بنقرأها على مواقع التواصل الاجتماعي، هي مقولة حقيقية أنا مبارح تذكرتها لما كنا بدنا نحكي عن عيد الصداقة، بقولك إذا الصداقة استمرت لأكثر من 7 سنوات فهي صداقة لمدى الحياة. طبعا إذا طبعا ما صار في خيانة أو صار في غدر أو إن شاء الله الله يبعدكم عن كل هذا الحكي. ليش إذا استمرت لسبع سنوات؟ بقولك خلال السبع سنوات الإنسان بمر بكل حالاته واضطراباته النفسية، يعني مستحيل يمر عليك 7 سنين ما تكوني حزنتي، ما تكوني بكيتي، ما تكوني ضحكتي من قلبك. صح. عرفتوا إن شاء الله يعني مر عليكم 20 سنة بدون بكاء، بس يعني هذا هو الواقع. بال7 سنين أنت بتمري بكل حالاتك وحالات الاضطرابات النفسية، فإذا ضليتك صحبة مع هذا البني آدم أو مع هاي البني آدمة معناته هاي الصداقة صارت خلاص أمتن من أنه أي شيء يخربها. أنا معاكي 100%، يعني كل ما تمر عليك تجارب سيئة مع هذا الصديق كل ما اشتدت هذه الصداقة عمقا. أما إذا مرأت عليكم تجارب سيئة وافترقتم اعرفوا أنه هي ما كانت صداقة حقيقية بالأساس. وفي نقطة كتير مهمة يا جماعة، تقبلوا عيوب الصديق
هذا مش جوزك او هاي مش يعني هذا صديقك يعني عيوبه. الجوز بتتقبلي عيوبه فما بالك بالعجوه. وضع خطير صار. اعمال الجوز الجوز رهوفتي. تخيلي بقول لك عدم وجود الحب لا يقتل الزواج، عدم وجود الصداقه يقتله. اوف طبعا صح، برافو عليكي. يعني هلا ممكن الحب يخف لانه المشاعر تتغير، وهي حقيقه وواقع لازم احنا نكون مؤمنين فيه، المشاعر تتغير صح، فممكن الحب قد يغيب في بعض الاحيان غياب مطلق. ممكن يغيب وممكن يضل موجود بشكل مختلف، ممكن يضل موجود بشكله اللي كان عليه قبل الزواج، وهذه حالات نادره نتمنى ان تكون كثيره. ولكن اذا هدول الزوجين ما في بينهم صداقه، ما في بينهم حديث مشترك، لما يصير عمره 80 ويصير عمرها 70 قادرين عم بيحكوا بطريقة بسيطة، لا هو قادر يحكي ولا هي سامعة، أحلى وقت. هذا هاي أحلى صور الحب. فلا، الصداقة يجب أن تكون موجودة بكل العلاقات الإنسانية. رهوفي عنا محمد الخط. عنا محمد أول اتصال معنا ضمن صحصح برعاية أورنج. صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيفك؟ أسعد الله صباحكم. أهلا فيك يا محمد، حياك الله. أمورك تمام؟ سعيد أني بحكي معك مع الصبح. احنا أسعد والله. صراحة جدا جدا رائع. شكرا لك، حياك الله. تعتبر حالك صديق جيد؟ الحمد لله، أنا من الإنسان اللي بشتري صداقة مشتركة. نعم الحمد لله. هو الواحد لازم قبل ما بتعرف، أنا مبارح قرأت شغلي عشان هيك سألتك هل أنت صديق جيد، لازم الواحد قبل ما يسأل إنه هل عندي أصدقاء أوفياء وأصدقاء جيدين، يسأل حاله هل أنا صديق جيد، لأنه الشخص لما بيكون جيد بتلاقي في حواليه كتير أصدقاء بيحبوه من قلبهم. أكيد أكيد. نعم. برضو في تنويه صغير عندي، أنا برأيي الشخصي يعني في فرق بين الصاحب والصديق. صح، يعني كل صاحب صديق بس مش كل صديق صاحب. كثير صح، كل صاحب صديق وليس كل صديق صاحب. صح، لانه بقول لك برضه بحكي لك اذا بدك تجرب صديق اطلع معه برحله، اطلع معه او سافر معه. مزبوط. يعني بالعربي بقول لك يعني غيب انت يا يومين ثلاث وجربه وعيش تعايش معه. صح، ساعتها بتعرف شو صديقك شو صاحب شو طريقه تفكيره شو الطريقة اللي تربى عليها. كل الناس والله يا محمد مش بس الأصدقاء، أو شو مياته بحكوها. شو مياته؟ أيوة بالضبط. كل الناس مش بس الصاحب، أي شخص بتكتشفه بالسفر بتكتشف أشياء ما بتتوقعها عنه، بتشوفه على طبيعته. سبحان الله. مزبوط مزبوط. برضو في عندك صديق الطفولة، يعني كل الأصدقاء شكل، صديق الطفولة شكل، صديق الطفولة هذاك له مكان خاص، له حسبة لحالها. وعلى فكرة أنا اليوم ودعت صديقي، اليوم سافر على تركيا وقبل شوي جيت من المطار. الله يخليكم لبعض يا رب. الله يسلمك يا رب. تسلم، إن شاء الله برجع بالسلامة. الله يسلمك يا رب. يعني فراق الصديق في بعض الأحيان يكون أصعب من فراق الحبيب، لأنه بكون هو معلم بحياتنا وبكون هو هيك علامة فارقة بالحياة. شكرا لك محمد، شكرا لاتصالك ولهالإضافة النوعية. يعني بما أن اليوم إحنا في يوم الصداقة العالمي، بدنا نأكد على ثقافة ونعزز ثقافة للأسد إحنا نفتقدها كعرب، على الرغم من أنه إحنا معطائين في علاقاتنا العاطفية، ولكن ثقافة التعبير عن الحب اللي دائما بنقولها، حتى أمهاتنا ما بيقولوا لنا كل يوم أنه هم بيحبونا، على الرغم من أنه هم مش بس بيحبونا، هم بدوننا ما بتخيلوا وجود هذه الحياة أساسا. فالحكمة اللي بتخص هذا اليوم، املأ عينيك من وجوه الأهل والأصدقاء والأحباء، لأنه لا سمح الله قد يرحلون عنك بعد حين، وعبر لهم عن مشاعرك الطيبة. ما تقول بكرة، لأنه ممكن بكرة يجي ويكونوا هم قد غابوا لا سمح الله عن مسرح الحياة. فبالتالي قول، عبر لصاحبك من وقت إلى آخر، قل له إنك أنت بتحبه، قل له عن أهمية وجوده في حياتك. هاي المشاعر الطيبة لا تؤجل وما تستحي، ما تخجل. ويعني أكيد 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 أكيد، عبر لصاحبك، عبر لأي شخص بتحبه. والنقطة المهمة، عبر حتى عن استيائك. طبعا هنالك العديد من الصداقات اللي للأسف اندثرت وانتهت
بسبب كلمة لم تقال وشعور لم يصل إلى الشخص الآخر. صح. بارح كنا عم نحكي عن اللف والدوران وكنا عم نحكي عن أهمية المواجهة. أنا بالنسبة إلي في كتير علاقات إنسانية وعلاقات عاطفية دمرت بسبب كلام ما نقال، بسبب شعور ما وصل للشخص الثاني. فما صديقك إذا أنت بتحبه، إذا أنت خايف على عشرتكم، خايف على صحبتكم، قل له أنك بتحبه، ولما تزعل عاتبه، العتب على قد المحبة طبعاً. يعني أنا دائما مؤمنة أنه لازم، يعني أنا لما بعاتب نادية بعاتبها لأني بحبها، لو هي مش فارقت لي ليش بدي أحكي لها، وليش بدي أتعب قلبي، وليش بدي أستنفذ من طاقتي. فهاي نقطة مهمة، وكنت حابة أحكي بنقطة. للأسف منسمع كتير عن صداقات وناس بيكونوا مثل الإخوة زي ما قلتي بس مع أسماء مختلفة، لما يرتبطوا، لما الناس تكبر، صديق الطفولة أو أصدقاء الطفولة لما يكبروا بتتغير نمط حياتهم أو أنماط حياتهم. يعني أنت ممكن تكون صديق الطفولة هو ابن جيرانك، بيئتكم مختلفة، عائلاتكم مش بالضرورة أنها تكون متشابهة، ولكن أنتوا صحاب. لما تكبروا وتتجوزوا يمكن كل شخص بيرتبط بشخص بيشبهه أكتر، مختلف عن جو الصديق. ولكن أنا ضد أنه شريك الحياة يأثر على صداقتك على أصدقائك. حلو، بالعكس، إذا مثلا خلينا نقول تنتين صحبات تجوزوا، اثنين ما تفاهموا، فاين، يمكن ما تطلعوا طلعات عائلية، ولكن أنت حطي مجهود أنك تطلعي تشربي فنجان قهوة مع صاحبتك، تعزميها على مناسباتك من وقت لوقت. أنا بزعل لما أشوف ناس تتخلى عن صداقاتها لمجرد أنه خلص بطلنا نشبه بعض، حياتنا مش زي بعض، بينك وبينها كتير ذكريات حلوة ما تفرطي فيها بهالسهولة. أنا معك 100%، وأنا جدا أقدر أصدقائي اللي مش من دائرتي هلأ. اللي موجودين بدائرتي بشبهوني طباعا، سلوكا، حياة اجتماعية. اللي مش من دائرتي يمكن كنت أعرفهم زمان، ولكن هم لا، ما انتقلوا من هذيك الدائرة إلى هذه الدائرة. أنا كنت محظوظة إنف إني أنا أكون بهذه الدائرة. هدولاك بحبهم أكتر، تعرفي ليش؟ لأنه أيضا صديقك هو اللي بتعيش معه نواقص معينة، مش بالضرورة أنت وهذا الصديق تكونوا تشبهوا بعض مليون بالمية. بالعكس، أنا ما بشبهك وأنت ما بتشبهني، أنا بكتسب منك سماتك وصفاتك الإيجابية وأنت كذلك. أصلا الصداقة لما تكون بين أشخاص متشابهين تماما أيضا تكون صداقة مملة، ولكن شرط أني أنا هذا الصديق أفتخر فيه أمام الكل. برافو عليك. أنا ما بقدر أطلع مع ناس في مكان مزوي عشان ما حدا يشوفني معهم، لأنه أنا مؤمنة بأنه الصديقان هم وجهان لعملة واحدة. بناخد اتصال محمد من إربد. صباح الخير يا محمد. الله يسعد صباحك خير. الله يخليك، أهلا وسهلا فيك يا سيدي. أهلا، الله يحييك يا رب إن شاء الله. حبيت والله بس أني أصبح عليك وأحكي لكم صباح الخير، وأسلم على كل صديق بعرفه وعلى البرنامج الحلو. والله الله يخليك. صباح الفل يا استاذ محمد، تفضلي. احنا مبسوطين بسماع صوتك. الله يسعدك. ما في معقول صديق هيك، صديق طفوله، صديق تعتبره صديق العمر، بدك توجه له كلمه طيبه اليوم من خلال برنامجنا؟ والله بدي اوجه لشخصين اللي هو توفيق بصيرات، نعم، اخ وعزيز، وبرضه الفنان محمد ابو غربي. نعم، نوجه لهم تحية من خلالك يا أستاذ محمد. الله يسعدك ويرضى عليك ربي إن شاء الله. شكرا لك يا سيدي. شو حلو هالاتصال جدا. عن جد بمجرد ما الواحد هيك يذكر اسم صديقه بيتذكر إنه وسط كل مشاغل الحياة أنا لسه بحبك وأنت لسه صديقي. فاليوم عن جد خلينا نعمل زي الأجانب ونحتفل بيوم الصداقة العالمي. كل سنة أنت سالمة. كل سنة سالمة رهوفتي. أنا بدي أسألك سؤال أحرجك. يلا. هلا بقول لك يا رهف صوالحة، صديقك بدك تتقبل عيوبه. مزبوط. لأنه اللي بده صديق بلا عيوب فلا صديق له. مزبوط. شو عيب اللي أنت متقبلتيه؟ عيبك؟ يمكن أنه بأوقات معينة أنا بكون مش حابة أفكر كتير وحابة هيك أمشي يومي على السبهلة، اللي عرفتي خلاص بديش أفكر اليوم شو بده يصير بكرة. فيمكن الإشي اللي مرات أنه ما بيضايقني بس أنه بقول انه يا الله خلص يا نادي مش ضروري هلا نفكر. صح صح. مرات كثرة التفكير، بس بعرف انه هذا الاشي يعني بدايقك انت قبل ما يضايقني. انا يعني انت بتعبك مش بدايقك. فيمكن هذا الاشي فيما يخص المواضيع العملية. عرفتي يعني باوقات مثلا انا بكون شعوري انه خلص انا جعبالي نحكي عن اي موضوع اهبل ونكمل يومنا، مش ضروري انه نضل نحكي بمواضيع كومبليكيتد. بس هذا بنفس الوقت يعني هذا مش عيب على قد ما هي صفة فيكي.
وأنا بشوفها صفة إيجابية في بعض الأوقات، لأنه أنت كمان بتعطيني إلهام، بتعطيني حافز إنه مزبوط اللي بتحكي نادي. أنا لازم يعني حكيك لو بيوميتها بكون مش جعبالي أسمعه، بس بعد يومين ثلاثة بحس إنه لا مزبوط اللي بتحكيه، ولازم إنه الواحد يتصرف بهاي الطريقة. يعني صافي اللبن تك 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 فويس نوت. طب أنا شو عيبي؟ خلوني أفكر بعيب رهف. رهف سمعنا أغنية شو عيوب حبيبتي؟ هم خمسين. أنا بعرف نبدأ بالعيب 49 كتبتيهم كتبتهم شو سولفي؟ شوفوا كيف بدي هلأ أعطيها إشي تتفاجأ منه. كتاب مفيد وضمير مرتاح ورهف وصفة لحياة مثالية. لا هيك احرجتيني. لا ما بدي اكون ما بدي ابين اني انا يعني اللي رح اقوله هيك مبتذل انه يعني تشيزي وكذا. هاي البنت يمكن كنت اتضايق من حساسيتها المفرطه ومزاجيتها في بعض الاحيان. خلص بيجي يوم هي فعليا مش عارفه شو مالها، ولكن بقولها صباح الخير بتقول لي حبيبتي. أنا هحترمك احترام كله ضرب، ما فيش شتيمة. ولكن هي بنت، هي بلسم لكل الجراح، بكفي إنها تقرأ أحزاني في وجهي من أول دقيقة بتشوفني فيها. فصداقتنا أنا مؤمنة وعلى يقين بأنه هي صداقة مثالية وصداقة دائمة، وستصمد وستدوم وتدوم وتدوم. تعالوا نعترف لهم اعتراف. كنا أنا ونادية نفكر انه احنا مو مقتنعين انه احنا صداقتنا رح تدوم. ايام زمان كنت باوقات احس ونشارك بعض يعني هاي الحديث، مش بوقتها، بعد فتره تناقر على شغله، فانا اروح بيني وبين حالي اقول خلص هو من الصعب جدا اصلا تنتين بنات بيشتغلوا كل يوم مع بعض، نوعا ما في منافسه شريفه طبعا، بس في منافسه بعملنا طبعاً. وصحبات اكيد يعني هاي العلاقه بدها توصل يوم انه يعني باحترام وبرقي، بس يمكن نبطل هالقد قراب. اليوم انا متاكده وببصم بالعشره وكل يوم بتاكد اكثر انه انت مستحيل تطلعي من حياتي. ما راح اسمح لك اصلا، لو كنت طالعه بتجيب شدك. انا بشل املك. لا انا بشدك ما لا انا ولا انا فاصل فاصل. رجعنا لكم لنتابع مشوارنا الصباحي صحصح برعايه اورنج وبالاشتراك مع بيرلنت لاقمشه الستائر والمفروشات. وصلتنا يا ست نادية قول مشاركة على فيسبوك. سولفي اسمعوا شو بيقولوا، كتير حبيته. قال الأصدقاء مثل السيوف، بعضها للحرب وبعضها للعرض. مزبوط. انت كتر من أصحابك والله يبعد عنا الحروب يا رب، بس يعني هذا الوصف التعبيري. في أصدقاء انت بتتحامى فيهم، في أصدقاء بتشعر انهم مصدر قوة بالنسبة لك. وعن جد أنا بعدة مواقف أصدقاء بحسهم إنه بالفعل أنا بستمد قوتي منهم، ولما يتعبوا أنا بتعب. يعني لما أحس إنه حدا منهم متضايق أنا ما بكون بأحسن حالاتي، حتى لو أنا شخصياً بحياتي مش صاير معاي إشي، بس بزعل أزعلهم وبتضايق، لأنه إحنا واحد يعني مزبوط، أشخاص وكيان مختلف وشخصيات مختلفة، بس بالنهاية ما بيهن لي أشوفها متوجعة أو متضايقة أو أنا أكمل حياتي طبيعي. أنا معك مليون بالمية. بعدين يعني في مقولة بتقول الاختلاف لا يفسد للود قضية. مزبوط. هلأ الصديق اللي ممكن يزعل منك ويكرهك ويحقد عليك فقط بسبب اختلاف في وجهات النظر، صدقني المشكلة هون مش اختلاف الفكر، المشكلة هون بأنه هذا الشخص ما عنده لا تواصل اجتماعي ولا سلوكي ولا أخلاقي يخليه يرتقي ويتقبل وجهة النظر الأخرى. وحتى لو أنت يا بترجعوا بتتفقوا رح يضل يكرهك ويحقد عليك. فمش بالضرورة أن نتطابق روحانيا، مش بالضرورة أنه أنا اللي بفكر فيه رهف تكون تفكر فيه بالضبط. بالعكس، رهف لما يكون عندها رؤية مختلفة للحياة أنا بستفيد من هذه الرؤية ومن هذا الفكر الجديد. برافو. ليش أوقات في ناس بقول لك نفسي أشوف وجوه جديدة؟ لأنه الوجوه بنظري تشابهت. طبعا، لأنه أنت لما تكون قاعد بنفس دائرتك في دائرة مغلقة أنت ما بتستفيد إشي، بتصفي أحاديث مكررة، بتصفي ضحكات يعني سخيفة، للأسف حتى المحتوى بيكون تافه. فلا، أنا مع التجديد، حافظ على أصدقائك وخلي عندك نوع من الوفاء والإخلاص للصداقة الحقيقية، ولكن التجديد وتنويع الوجوه أنا بحسه مطلوب جدا في الحياة. بتعرفوا إمتى ممكن تشعروا بأنه هاي الصداقة انتهت؟ إمتى؟
وبتصير كتير على فكرة خصوصا مع أصدقاء الطفولة اللي أنت ما اخترتيهم، يعني أنت انولدتي فرضوا عليك بطريقة إيجابية طبعا 100% كنتوا بنفس المدرسة، كنتوا بنفس الصف، ضليتوا مع بعض بمراحل الدراسة المختلفة، فصار صاحبك، صار صديق الطفولة. لما الأحاديث توصل بينكم لسطحية معينة، يعني افرضي في نوعين من الأصحاب، في صاحب تقعدي 60 سنة مش شايفتي وبس شوفي كأنكم مبارح تركتوا بعض، وأنا جد أنا هاي بحسها، يعني بحسها مع صحباتي اللي عايشين برا، ما بحس إنه في بارير، ما بحس إنه في حواجز، خلص بكون صار لي 6 أشهر وأنا مش من النوع اللي كتير على واتساب وسكايب، يعني ما إلي كتير على التواصل المرئي والمسموع هذا بغياب الشخص، ولكن بس نقعد مع بعض كأن ما تركنا بعض. في المقابل في بعض الأشخاص أنت بتشوفيها كل يوم للبنت بس أنت مو قادرة تحكي معاها من هيك من أعماقك، يعني أنتوا عم تحكوا إنه شو عملوا الأولاد، والله وسجلته بالمدرسة ورجعت، هاي مواضيع سطحية ممكن تحكيها مع أي حدا، تحكيها بالصالون مش لازم تكون صديقتك يعني في أمور إنه والله ومبارح هيك طلعنا وشربنا قهوة، بينما أنا مثلا لما أقول صاحبتي هي اللي بقولها إنه أنا انبسطت، حسيت حالي بهذا الموقف، كنت يعني on top of things، أنا بهذا الموقف حسيت حالي انكسرت. إذا هاي الأحاديث صارت مش موجودة، صار حكيكم كله وين طلعنا وإيش شربنا وإيش عملنا وين أكلنا، هاي صحبة تعتبر مش صداقة بالضبط، هاي صحبة، هاي company يعني بنسميها company. يعني الصداقة ممكن تأخذ أشكال كتيرة وأشكال عميقة. في شخصين أنا بعرفهم أصدقاء، هم متقاربين جدا بالعمر، واحد أكبر من الثاني بسنة، هم أصحاب من زمن الزمن، واحد فيهم مرق بضائقة مالية فيعني أموره تعتست وحس إنه الطريق مسدودة بوجهه، فهداك صديقه ساعده مادياً. احذري شو حاط اسمه على موبايله، بابا. فزوجته بتسأله بتقوله كيف يعني، بقولها هذا أبوي، طلبت منه نجمة رجع حامل لي السما. شو حلو، مزبوط الأب هيك بيعمل طبعاً. الله يخليهم لبعض يا رب. أنا ليش أتصبح بعمر دياب ودينا الشربيني باليونان وأنا قاعدة هون بسولف معك عن الصداقة؟ هات الرن على السعودية، بدي أنا أقولك من عمان إلى الرياض، أعطيني شوية هوا سعودي. عبد الرحمن، عادي صباح الخير. صباح الفل، يسعد صباحكم. يسعد صباحك أستاذ عبد الرحمن. هلا والله ومسهلا. أنا ما بدي يعني بدي أفوت أكثر من موضوع. تفضل تفضل. أول إشي قديش أنتوا ناس إحنا بنحبكم، الله يخليك، شكرا. قديش أنتوا ناس تقدروا يعني تتغيروا حسب الموضوع اللي انتوا قاعدين تحكوا فيه. نعم. قديش انتوا تشبهونا. انا يعني نفسي اليوم احاورك لان انا عندي هيك كثير بحسك شخصيه مختلطه وشخصيه تشبهنا، شخصيه عاصرت فتره منيحه يعني فيها تناقضات حلوه، مش انه بشعه، لا حلوه كثير. أنا في موضوع اليوم اللي استفزني بكل صراحة ست العزيزة إنه اسم صاحب أنا كثير عزيز، يعني فكرة إنه أنا أطلق إن هذا صاحبي كثير فكرة صعبة شوي، يعني بعرف ناس كثير حكم الشغل حكم الناس حكم العشرة، أنت بتعرف ناس كثير بتعرف معارف كثير بس مش بالضرورة أبدا يكون أصحاب، مش بالضرورة أبدا لما أوجع أشوفهم جنبي مغير طبعا يعني وحمدين. عبد الرحمن علي لنا صوتك شوي لو سمحت. عبد الرحمن احنا اللي فهمنا منك بالاخر انك عم تحكي انه في اصدقاء ما بيكونوا معك لما بتضعف او بتحزن او بتوقع، الصديق الحقيقي هو اللي بيكون معك بالازمات، مزبوط؟ مزبوط، هو هذا هي الفكره تبعتي. نعم. الفكره انه كثر الاصحاب حواليك او كثر الناس اللي انت تغلى حالك فيهم هم اصحاب ممكن يضروك، يعني مش من كل مش كل واحد طلعنا معاه وضحكنا معاه صار واحد، مزبوط. كل واحد فكر يعني حتى لو اتصل علينا او عبرنا مثلا في موقف معين خلاص صار صاحبي الابدي و لانه بالنهايه انا مؤمن ان المصالح هي اللي بتتحكم في البني ادم، يعني المصالح هي اللي بتوجهك، انت ممكن اليوم يكون معك البني ادم ماشي ستريت بس بمجرد انه مصلحته راح تتغير راح تشوف منه وجه انت ما راح تفضله، فهون بتصير يعني هون بتطلع المعادل، هون بتشوف انت تجربة عمرك هاي نجحت ولا ما نجحت، فهمت علي كيف؟ مزبوط، كلامك كتير حلو يا عبد الرحمن، وانا دائما بقول للاشخاص اللي بتسرعوا ب تسمية بعض الاشخاص صاحبي وصديقي وببطل يتكنس من بيته
اصبر وتوقع. بمعنى توقع يعني خلي عندك سقف من التوقعات. انا ضد انه الانسان ما يكون عنده توقعات، لا انا بحب نادية، انا عم بقدم لنادية فانا بتوقع من نادية شيء بالمقابل، بس الصبر كتير مهم. يعني ما تطلق لقب، يعني انا بشوفها كتير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بيطلعوا بيشربوا قهوه مع بعض بعدين بتصير بس فريند فور ايفر، حبيبه عمري وصاحبتي، وبعدين بعد شهر بتلاقي انه هاي الصحبه او هاي الصحبه فرطت وتبخرت. شكرا لك يا عبد الرحمن، تحياتنا لكل اهالينا بالسعوديه. ولكن انا يعني بس هيك تعليقي البسيط، كمان نظرتكم للحياه خلوها شوي تفاؤليه اكثر، لانه اهل الخير كتار وأصحاب الحق أيضا كثر، لسه كتير في ناس قلبهم علينا وممكن يكونوا زي إخواننا مع زي ما قلنا اختلاف نهايات الأسماء، فكن حذر ولكن كن متفائل. أنا قبل ما نتوقف مع فاصل إعلاني بدي أعايد كل أصدقائي وصديقاتي، والحمد لله إحنا محظوظين بصحصح إنه عنا كتير أصدقاء يمكن ما بنعرفهم بالوجوه، ولكن بنعرف أصواتهم، بنعرف قصصهم، بنعرف مشاعرهم. صرنا نعرف لما الست تقولنا إنه أنا أخيرا جبت بيبي بعد سنتين مثلا من المحاولات أو سنين أكتر، هاي صديقة إحنا بنعتبرها صديقة، وبنحبكم كتير ودائما بنكبر فيكم، مش بس على الهواء بنكبر فيكم حتى بحياتنا الشخصية. فكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة يوم الصداقة العالمي. كل عام وأنتم بألف خير. تعرفوني أنا مبلية قصص، بنهاية هالموضوع قصة مكررة وممكن تكون مجازية ولكنها جميلة جدا. هذا النوع من الصداقات ما بعرف إذا لسه موجود في عصرنا هذا وفي يومنا هذا. ست كل يوم جارة بتدق على باب جارتها بتقولها تعالي أنا وياك ندور على ابني، وهديك بتطلع معاها بعده ساعة بدوروا بالشوارع بعدين برجعوا على بيوتهم. نكتشف في نهاية القصة بأنه ابنها إله متوفي 10 سنوات، ولكن هي بتسايرها حفاظا على مشاعرها. ما بقولكم أنه نوصل لهذا الإكستريم، لا أعتقد بأنه في شخص ممكن يكون هالقد حريص على مشاعرك زي ما هو حريص على مشاعر نفسه، ولكن خلينا صادقين مع بعض. صح؟ صح صح. ومتفائلين زي ما قلت، الناس فيهم خير. متفائلين وخلينا الناس فينا خير. صح 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 ص